الفراولة بدأت تيجي وأنا بدأت أشوفها، فأنا بحبها الفراولة. الفراولة شتوي ليه؟ لأن هي مليانة بفيتامين سي، يعني مش بس الفيتامين سي مقتصر على الليمون والبرتقال واليوسفندي والحاجات دي، لا، الجوافة فيها فيتامين سي عالي جدا. الفراولة، الحاجات بقى كلها اللي بتطلع للشتاء ربنا خلقها للشتاء. بالظبط. هناخد بقى معانا الحاجات اللي لقيت بقى معانا الفراولة دي، فاحنا هنشتغل نعمل شوية فراولة باللبن كده، بالزبادي، بالقشطة، بالكريمة، بالحاجة سموزي كده حلوة، هتبقى فخمة. نجيب معانا بقى الكاسات بتاعتنا. شوف سامح، بتحب ان انت الحاجة تبقى غنية، يبقى طعمها مليان، مش تبقى طعمها ما انا زي ما انا قلت قبل كده، ان احنا يا جماعة يعني مفيش مانع ان احنا نزود شوية في حكاية الاكل عشان نبعد شوية عن الدكتور. ايوه، يعني لما مش هصرفه هنا هصرفه هنا. بالظبط. نظبط بس الاكل بتاعنا، مش لازم يبقى غالي، لكن لازم يبقى فيه عناصر كتير. أيوة. تخلينا نبقى يعني تخلينا نبقى يعني نحاول ان احنا داخلين على الشتاء نبعد شويه عن الدكتور. جميل. بس انا ما اعرفش بقى هيكفي ولا لا الخلاط الملبوس اشتغل فيه النهارده، ونشوف القصه تمشي ازاي. حلو قوي. دي هتحط لها زي ما قلت كده، هتعملها سموزي، هتحط لها زبده بقى. لا، مش هتحط لها زبده، دي مش هينفع. دي مش هينفع احط لها زبده. انا عايز اعرف الرحله طولت ليه. انا عايز اعرف دلوقتي الرحله طولت ليه. هناخد معانا الفراوله بتاعتنا دي، هننزل بيها في الخلاط، ومش هنصفي حاجه، هي متنظفه ومغسوله، وهي بدات بشاير اهي حلوه، يعني طعمها مسكر وجميل. يعني هناخد معانا، يعمل معانا، نحاول نطلع فيه الست كوبايات دول. وزبادي. زبده زبادي. لا، زبادي. زبادي. هناخد معانا قشطه، اي وش لبن عند حضرتك في البيت. ناخد معانا زبادي. طعم الزبادي مع الفراوله بيبقى مختلف شويه. والسكر ده هنحط له لبن ولا لا؟ هنحط، وهنحط كريمه كمان. وهنحط تلج. تمام، حلو قوي. يبقى ده سموزي الفراوله. الشيف حط الفراوله الاول، والقشطه، والزبادي، مش الزبده. نقلب بس معانا الحاجات دي كده. تمام. حاجه فخمه جدا ورائعه جدا. حلو قوي. هي خلاص بدات تدخل على السوا بتاعها. انت كل ده ما حطيتش يعني شويه شوربه صغيرين خالص. هي بتجيب ميتها وبتسوي نفسها. احتفظنا بالنعناع اخضر والزبادي والبسله خلاص استوت اهي معانا. هنخلص العصير ونشتغلها على طول. نعمل، هنجيب بقى اللبن ونجيب معانا التلج. حلو قوي يا شيف. كده سايبين اللحمه على النار بعد ما حطينا الخضار عليها. يا شيف قال ان هي هتسوي نفسها مع بعضها، طلع شويه شوربه صغيرين جدا، وهي يعني بالعناصر بتاعتها هتستوي وتبقى زي ما حضراتكم عايزين ان هي طريه يعني. وشوربه البزله الشيف ورانا نعملها ازاي، وساب النعناع في الاخر، والرز في الفرن. الرز كده يبقى فاضل له قد ايه يا شيف؟ هيطلع معانا على اخر الحلقه ان شاء الله، هيطلع معانا عظيم جدا يعني. طاج الرز هيبقى فخم خالص. هناخد استاذه ناديه من القاهره. مساء الخير. مساء النور. اهلا بيك يا استاذه ناديه، منورانا. كنت عايزه اسال الشيف سامح سؤال. اتفضل. اهلا بيك يا استاذه ناديه، اتفضلي. انا متشكره قوي على كل اللي بتعمله، ربنا يخليك لينا. ربنا يخليكي، ميرسي. كنت عايزه اعرف الشيف تيك احط لها جبنه ايه؟ ايه يا فندم؟ الشيف تيك لما اجي اعمله اي جبنه كريمي، اي جبنه كريمي بتتباع في السوبر ماركت، اي جبنه كريمي، او ممكن انت تعمليها يعني، تقطعي اللبن وتضربيها في الكبه وتخليها كريمي، تحط عليها جبنه كيرة، هتبقى جبنه كريمي، تعملي بيها التشيز كيك. اللي هي جبنه كريمي ولا جبنه بيضة؟ لو جبنه بيضة كريمي ملح خفيف خالص ممكن تمشي. لكن اشتري جبنه كريمي. جبنه كريمي، هي اسمها كده، جبنه كريمي. طيب ماشي، شكرا. او انت تقطعي اللبن زي ما انا كنت عملت هنا، وتاخدي الجبنه اللي فيه
وتحط عليهم شويه شرش صغيره، تحط عليهم 3 4 مكعبات جبنه اي نوع من الجبن المثلثات او الجبن المربعات اللي بتتباع في السوق دي، وتضربيها كويس قوي، هتبقى جبنه كريمي فخمه جدا ممكن تشتغلي بيها التشيز كيك مع بقيه المكونات بتاعتها. حلو قوي. تحت امر حضرتك يا استاذه ندى. احنا كده حطيت اللبن يا شيف، اللبن والفراوله والقشطه والزبادي والسكر، ولو ان انا ما بفضلش سكر بس ماشي، نفلت النهارده من ال نطلع بره الدايت شويه، معمر بقى وباقي الحاجات يعني، ونحط معانا بقى شويه تلجي كده صغيرين نشوف هيعملوا معانا ازاي، ونشتغل في الخلاط الملبوس ده وربنا يستر. يا خير يا رب ان شاء الله. هنشتغل كده بالراحه. تمام التمام. معانا الفراولة دي من الحاجات الشتوية الجميلة جدا. الله انت خايف. اللي ما نتفاهم معاه نشتغل معاه على حسب ما هو عاوز. الخلاط مودي شويه. هنزود بس ايه السكر. حسيت سكر. انت حسيت ان السكر قليل شويه عشان ما تبقاش مززه شويه يعني. هناخد معانا شويه التلج دول وكده يبقى اخر حاجه خالص. تمليه على الاخر لما لما يعمل حاجه تضايقك ما تزعلش بقى. لا هقول لك هنعمل ايه. انا هقول لك هنعمل واحده واحده. ايوه. هنبتدي بقى نخف الدنيا شويه دلوقتي. تمام كده؟ جميل. ده سموزي الفراوله. ناوي يعمل معايا حاجه؟ مش لا لا، طب ما تشيله من البتاع احسن عشان احنا نشيل الفيشه بقى اساسا. ايوه. بالظبط كده. جميل. نشيل بقى الخلاط ده خلاص. ماشي حلو قوي. نشيل التلج كمان. طيب كده الشيف ورينا سموزي الفراوله نعمله ازاي، الفراوله وبعدين القشطه وزبادي وحطيت كريمه ولبن وايه تاني يا شيف، حطيت ايه تاني، وتلج وسكر بس كده، ونضربهم كلهم مع بعض ويطلع بالنتيجه التحفه دي. جميل يا شيف. حلو كده. ريحه اللحمه طلعت. هي طالعه من الاول. لا بس زادت دلوقتي. عايزين بقى ايه؟ نشيل الحاجات دي. حتى لونه رائع جدا. حلو قوي. تمام كده؟ نمسح بقى كل الكلام ده ونظبط الدنيا. تمام. استخدمت قد ايه فراوله يا شيف؟ حوالي نص كيلو. اوكي. او اقل يعني. هي الفراوله من الحاجات اللي هي بتدي طعم وريحه جامده. ريحه قويه. جامده جدا يعني. ظبط معانا بالظبط اهو.